السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة المرابطون، وتتابعون في عناوينها. بنت حمادي تقول إنه تم تشكيل لجنة لمراعاة إعادة اكتتاب خريجي مدرسة التكوين الزراعي، وأخرى لمناقشة ملف عمال مفصول تازياز. وزارة البيئة والتنمية المستدامة تناقش تغير المناخ الموريتاني وتأثيره الاقتصادي والبيئي على العاصمة نواكشوط. حزب اللقاء الديمقراطي ينتقد تقديم الرئيس الموريتاني مساعدات مالية لشباب الحوض الشرقي، ويصف الأمر بالحملة الرئاسية السابقة لأوانها. أهلا بكم. صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوع الأخير على بيانين، يتعلق الأول منهما بتسوية وضعية دفعتي 1989-1995 من خريجي مدرسة التكوين الزراعي، والبالغ عددهم 130 خريجا. وقالت وزيرة الوظيفة العمومية ماتي بنت حمادي في تعليق لها على هذا البيان إنه سيتم تشكيل لجنة لمراعاة إعادة اكتتاب خريجي مدرسة التكوين الزراعي والسن المسموح بها لدخول الوظيفة العمومية. قامت هذه اللجنة الوزارية بتشكيل لجنة فنية طلبت منها دراسة الموضوع بجميع جوانبه. أولا حصر عدد الدفعات من 89 إلى 95، التأكد من أنهم كاملين عاطلين عن العمل، أو إخراج الأعداد منهم اللي قطت اشتركت في مسابقات للوظيفة العمومية وأصبحوا موظفين، والتأكد من الحالات الأخرى كيف حالات الوفاة أو الوجود خارج الوطن. بعد التدقيق من طرف اللجنة المعنية تم التأكد من وجود 130 حالة، 123 منها عاطل عن العمل، والسبع حالات من المتوفين، وتقرر إدماج هذه 130 في الوظيفة العمومية واتخاذ التدابير المالية والإدارية لتسوية هذه الوضعية. ونبقي نشير على أن التسوية اللي تم بشكل نهائي مع المعنيين من خلال مناديبهم، وذاك بإجراءات نقاش معهم والتوصل لحلول فيما يتعلق بالاكتتاب لهم من جديد. وأضافت بنت حمادي أن الوزارة شكلت لجنة فنية من مختلف الوزارات لمتابعة ملف العمال المفصولين من شركة تازيازد، وستعمل على مباشرة الملف خلال الأيام القادمة. بالنسبة لقضية عمال كان روس تازيازد، نبقى نأكد لكم أنه تم تشكيل لجنة وزارية اجتمعت يوم أمس بعضوية وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة النفط والطاقة والمعادن. شكلت هذه أيضا اللجنة الوزارية لجنة فنية، واعتمدت أيضا عضوية المناديب العمال والشركة المعنية أي كان روس تازيازد، ومن المقرر بداية الأسبوع المقبل تبدأ هذه اللجنة اجتماعاتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة. من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء كذلك على الإجراءات المتعلقة بإيجار قطعتين أرضيتين، إحداهما بولاية البراكنة والأخرى بولاية ترارزة، وذلك في إطار مذكرة تفاهم موقعة بين الحكومة الموريتانية وشركتي روبيان والراجحي للاستثمار في مجالات زراعة القمح والذرة والخضروات. تذكر عن السنة الماضية وقعت الحكومة الموريتانية مع تحالف الراجحي مذكرة تفاهم تتعلق باستثمار في حدود مليار دولار أمريكي موريتاني في عدة مجالات ترتبط بالأمن الغذائي. ومن ضمن هذه المشاريع المدرجة في إطار هذه مذكرة التفاهم مشروع زراعي ومشروع رعوي ومشروع لاستزراع الروبيان ومشروع لتصنيع الأسماك. البيان اللي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم يتعلق بمرحلة الأولى اللي هي موضوع التنمية الزراعية والحيوانية. نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الفنية للتعاون الألماني ورشة حول تغير المناخ وأثره الاقتصادي والبيئي على العاصمة نواكشوط، وتهدف هذه الورشة حسب القائمين عليها إلى التوصل إلى خطط واستراتيجيات من شأنها تجنيب البلاد المخاطر التي قد تنجم عن الفيضانات نتيجة التغيرات المناخية.
الهدف من هاي ورشة اليوم هو تشاور حول وضعية البيانات الموجودة حول مخاطر غمر مدينة مكشوط والظواهر المتعلقة بالتغير المناخي. هاي ورشة فيها كافة الفاعلين المؤسسيين المعنيين بهذه القضية، وزارات القطاع العمومي وكذلك شركاء الفنيين ماليين القطاع المعنيين المهتمين بهذه الإشكالية. وزارة البيئة والتنمية المستدامة تعتبر عن وضعية البيانات اليوم تمكن من القيام بحزمة من الإجراءات على الأرض، الاعتبار عن فهم قدر من الدراسات قيم بها منذ 2007، وهذه الورشة هي حوصلة من أجل الخروج بحزمة إجراءات يمكن أن يتم اعتمادها في إطار استثمارات للحد من هذه الظاهرة على الأقل على مستوى مدينة مكشوط. انتقد حزب اللقاء الديمقراطي في بيان أصدره تقديم الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز مبلغ 50 مليون أوقية لشباب الحوض الشرقي خلال إشرافه على افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة بمدينة ولاتة. وقال البيان إن ما قام به والعبد العزيز يعتبر حملة رئاسية سابقة لأوانها، وإنه ينم عن تجاهل واضح للمشاكل والمعضلات التي يعاني منها الشباب بولاية الحوض الشرقي وفق تعبير البيان. شكل المعرض المقام للصناعات التقليدية بمدينة ولاتة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة فرصة للتلاقي بين مختلف مكونات الولايات الموريتانية وما تنتجه من صناعات تقليدية، وقد اغتنمه البعض لنقل معاناة مدنه ومقاطعاته. نتابع التقرير التالي. تداعى الكثير من أصحاب الصناعات التقليدية من ولايات شتى لحضور مهرجان المدن القديمة بمدينة ولاتة، وقد جلبوا ما تيسر من تلك الصناعات صغيرها وكبيرها، ثقيلها وخفيفها، بيد أن تلك المعروضات لم تلقى من الرواج ما كان متوقعا حسب أصحابها الذين توقع بعضهم بيعها بوقت وجيز، وبعضهم الآخر ما زال ينتظر مقدم الزائرين خصوصا الأجانب. معروضات كثيرة لصناعات تقليدية من مختلف ولايات الوطن يشكو أصحابها قلة الزوار ونقص البيع في النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة بمدينة ولاتة. ولا يبدو الزوار أحسن حالا، فبعضهم يرى أن المعروضات تقليدية ولا تتناسب مع احتياجاتهم، ومع ذلك فهم مستعدون لشرائها. ثم اللي آلات نبقي نقبعهم الخيل قاع ما تراخى كي نقولوا له السرز والراحل هون مستدم اللي بصيفة أحسن من الموجودة في ذيك المناطق الغربية من البلاد. مآرب أخرى لدى الزوار تمثل بعضها في ضرورة نشر التعلم ومكافحة الفقر في مناطق بعينها. بيطويلها تعاني من عدة مشاكل عديدة، منهم قلة القراية مع الأسف ما فيها محاضر زينتو، والمدرسة ما اللي فيها متوسطة، المدرسة ما اللي فيها ابتدائية بسيطة بشكل ما هو عادي زينتو، وتلاميذها مستوى بسيط من العلم زينتو، والمساعدات اللي جاها من قد الدولة ما فيها شيء يضحك. العارضون من ولاتة يرون أن المعرض ومن بعده المهرجان يعدان فرصة نادرة للتلاقي ومعرفة المدن التاريخية وكنوزها الثمينة. تستفاد الناس منه ويخلق البيع، وفي حالة البيع ما خلق بعد قاع لامجي المواطنين وحدهم وزيارتهم لأماكنهم اللي فاتوا هاجروا عنهم، ذا قاع كافي من القيمة. وكافي المدن القديمة ما كان قاعد حد يلحقهم ولا كان قاعد يجي مسابق المهرجانات. ابنان اللي منهم 15 سنة و20 سنة عند المقاطعة صباح اليوم كامل متواجد فيه. تلك جملة من آراء المشاركين والزائرين لمهرجان المدن القديمة بمدينة ولاتة، قد لا تختصر المشهد لكنها تقدم جزءا ولو بسيطا من تجلياته. محمد الراجل، قناة المرابطون، ولاتة. كرم المركز الثقافي المصري رئيس مجموعة واكشوط الحضرية المنتهية ولايته أحمد الحمزة. وقال مدير المركز خالد غريب إن هذا التكريم يأتي في إطار شكر المركز لتعاون الحمزة والخدمات التي قدمها للمركز طيلة مأموريته. هذا وقد حضرت حفل التكريم وجوه أدبية وثقافية وسياسية عديدة. هذه مواقع هامة وهذه إنجازات طيبة لشخصية نعتز بها ونعتز اليوم ونسعد ونشرف بتكريمها في المركز الثقافي المصري. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة، وقد تابعتم فيها
بنت حمادي تقول إنه تم تشكيل لجنة لمراعاة إعادة اكتتاب خريجي مدرسة التكوين الزراعي وأخرى لمناقشة ملف عمال مفصول تازياز. وزارة البيئة والتنمية المستدامة تناقش تغير المناخ الموريتاني وتأثيره الاقتصادي والبيئي على العاصمة نواكشوط. حزب اللقاء الديمقراطي ينتقد تقديم الرئيس الموريتاني مساعدات مالية لشباب الحوض الشرقي ويصف الأمر بالحملة الرئاسية السابقة لأوانها. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة بثنا الحي على موقعنا الإلكتروني المرابطون.tv. في أمان الله.